فوجئنا أمس وأول أمس بكتب جاءت من وزارة التربية والتعليم بالإشارة إلى كتاب وزيرة التربية والتعليم من مدير التربية بقرار نقل بعض المعلمين وبقرار آخر بالحسم من راتب المعلمين، منهم من طاله الحسم يوم ومنهم من طاله يومين ومنهم ثلاثة ومنهم أربعة أيام حسمت، وهذا جاء نتيجة الإضراب الذي قام به المعلمين للمطالبة بحقوقهم المشروعة سواء كانت الراتب أو كانت حقوق أخرى كمهنة التعليم وكفتح الدرجات وعلاوة غلاء المعيشة وغيرها من الحقوق المستحقة على الحكومة لهؤلاء المعلمين. ففوجئنا للأسف بهذه الصفعة من وزيرة التربية والتعليم ومن مدير التربية والتعليم للمعلمين الذين قاموا بهذا الإضراب، وكانت الحجة بأن هذا الإضراب جاء في خارج إطار الاتحاد العام للمعلمين. نحن من طلاب مدرسة حلمة حنون أجينا هنا عشان بدهم ينقلوا الأستاذ نافذ كعقوبة لأنه عم بضرب عشان ياخذ حقه وحق باقي المعلمين اللي هو حق الراتب. طبعا مش بس للأستاذ نافذ اللي اضطهد واللي أخذ من راتبه، في كتير معلمين. احنا اليوم تجمهرنا هون عشان نأكد على هذا الحق، عشان نأكد على حرية التعبير عنا، عشان نحكي انه هذا العقوبة اللي اعطتوها للأستاذ نافذ هي غير صحيحة، واحنا بدنا الأستاذ نافذ يضلوا عنا ويعلمنا. نحن طلاب مدرسة حلمي حنون جينا هنا اليوم أمام مديرية التربية والتعليم للاعتصام والاحتجاج على قرار النقل التعسفي للأستاذ نافذ أبو عبيد بعد أن قام بالإضراب المطالب بحقوقه الكريمة والعيش بحياة سعيدة، إلى أن هذه القرارات قد جاءت بنقله من المدرسة نقلا تعسفيا لمدرسة أخرى، ونطالب الوزيرة ومدير التربية والتعليم بإلغاء تنفيذ هذا القرار استجابة لمطالبنا ومطالبة معلمينا ومطالبة جميع طلاب المدارس وخصوصا طلاب مدرسة حلمي حنون. تفاجأت أنه قبل أسبوع بعت وراي بشكل شفوي المدير، بلغني بأنه التربية طالبتني لمسائلة قانونية، فأجيت وكانت في لجنة من التربية ومن الوزارة مسائلة قانونية حول شكوى مرفعة ضدي، تقرير مرفع ضدي بإني أنا المحرض الأساسي في مدرسة حافظ الحمد لله للإضراب. نفيت كل التهم بإني أنا كنت ضمن هيئة تدريسية كانت تتخذ القرار بشكل جماعي، فإجيت على المسائل القانونية ونفيت كل التهم. تفاجأت امبارح بإنه جايين كتاب نقل من مدرسة الذكور حافظ الحمد لله إلى مدرسة الذكور ارتاح الأساسية. اجتمعنا مدرسين حافظ الحمد لله وجينا جلسنا مع مدير التربية والتعليم وأفهمنا الصورة وقدمنا عريضة لمدير التربية والتعليم. اليوم بتفاجئ انه اجى لمدرسة حافظ الحمد لله لجميع مدرسيها خصم يوم، الا انا محمد محمود حجار جاني خصم يومين. اذكر واقول للمرة يعني لمرات متعددة جدا كنت دائما احكيها للزملاء مباشرة واحكيها في الاعلام، يا اخوان خلينا مع مطالبنا وخلينا يد واحدة ونشتغل بشكل قانوني مع الاتحاد العام المظلة الشرعية اللي بتحماهم وبتحمى حقوقهم. وكنت دائما أقول لهم نحن متعاطفين مع المعلم لأن المعلم ليس مع غير الاتحاد، حقيقة إنه ما في شيء اسمه غير اتحاد معلمين. هذه أوهام الكل كان يحكي فيها ويتغنى فيها، هذا الفيسبوك كلام فاضي، كل واحد بكتب شو ما بده بيعمل صفحة كيف ما بده، فهو كان المعلم مع نفسه. نحن على ثقة أن المعلم مع نفسه وليس بعيدا عن الاتحاد وهو عضو بالاتحاد، لكن عندما كان يلجأ إلى الإضراب بعيدا عن الاتحاد هنا أستطيع أن أقف معه وأن بعلاقات الشخصية أدافع عنه، لكن بالقانون لا نستطيع أن نقف موقف القانون. فمن هنا أنا أدعو وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم ونحن والمعلمون أن نعود لتصفية القلوب والانتماء للعمل، ويعني ما يكونش في هناك أي خلل قادم، وأن نحتمل بعضنا البعض ونفتح صفحة جديدة. وأرجو أن تلغى هذه العقوبات لأنهم أيضا يبقوا زملائنا وإخوتنا، وأنا تكلمت مع مدير التربية وتكلمت مع الأمين العام وسوف تناقش هذه مع وزارة هذه الأمور مع وزارة التربية والتعليم، وآمل أن نستطيع أن نلغي كل العقوبات التي جرت بحق هؤلاء الزملاء والزميلات. الحقيقة أننا نشعر أن الأمور بدأت تأخذ منحنيات أخرى وتخرج عن نطاق الديمقراطي والقانوني الذي تكفلت به السلطة الوطنية. صحيح السلطة الوطنية ونظامها
الأساسي كفلة للمواطنين في حق التعبير عن الذات سواء بشكل فردي أو جماعي، لكن بما لا يضر في المصلحة الوطنية العامة وبما لا يحقق الأهداف الشخصية التي يراها ويفسرها كل منهم على هواه. نحن كنا مع الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات الجماعية ضمن إطار نقابي موحد، ضمن إطار اتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، لكن الخلافات النقابية الداخلية لهذا الاتحاد يعكسه البعض على الواقع الوطني والمصلحة العملية التعليمية، هذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نقبل به، وهذا يخالف القانون والنظام المعمول فيه في السلطة الوطنية الفلسطينية. وعلي من حق وزارة التربية والتعليم أن تمارس القانون وتطبق القانون والنظام على المعلمين الذين يتجاوزون هذا النظام وهذا القانون. الأمور خرجت عن نطاقها. هناك نشعر أيضا أنه أصبحت العملية فيها شيء من التحريض، بحيث تجد أن مدرسة مضربة، معلمين مضربين في مدرسة والآخرين مداومين. هذه فوضى، وليس هذا عمل ديمقراطي، وليس هذا عمل قانوني مجاز من النظام المعمول فيه في السلطة الوطنية. حقيقة مديرية التربية والتعليم هي جهاز إداري ينفذ سياسة الوزارة التربية والتعليم، واللي هي بالمحصلة أنها هي سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية أو دولة فلسطين. ما جرى من امتناعات للمعلمين عن الدوام، نقول امتناعات وليست إضرابات، الإضرابات هي لجهة شرعية تمثلها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بينما ما حصل في بعض المدارس امتناع بعض المعلمين عن الدخول للحصص وتغيبهم عن الدوام أدى إلى اتخاذ قرارات إدارية. من وجهة النظر الإدارية المطبقة بالعمل الإداري هي إجراءات إدارية سليمة 100%. الإنسان المحرض على امتناع المعلمين تم نقل مجموعة من المعلمين، نأمل أن يكون هذا النقل لصالح العملية التعليمية. ثانيا، ما تم حسمه من أيام على المعلمين هو نتيجة امتناعهم عن التدريس، وبالقانون عندما تغيب أنت عن عملك بدون سبب قانوني أو طارئ من حق الجهة المشغلة الحسم. واليوم كان لكم اجتماع مع العديد من المعلمين الذين طالهم هذا القرار، نتائج هذا الاجتماع أو حقيقة احنا في مديرية التربية والتعليم لا نغلق الباب امام كل معلم، من حق اي معلم ان يطرق ابوابنا في مديرية التربية والتعليم ونستمع لمشاكله، وبالتالي نقدر ان نقول ان النقاش كما شاهدتم كان نقاش اخوي ما بين أسرة واحدة هي أسرة التربية والتعليم، وبالتالي خرج المعلمين إجمالا راضين عن موقف مديرية التربية والتعليم، باستثناء أنهم شاعرون أن هنالك ظلم وقع عليهم إما بعمليات النقل أو بعمليات الحسم. أوضحنا للبعض الأخطاء التي وقعوا فيها، وبعضهم أقر بهذه الأخطاء، والبعض الآخر يعني بصراحة هو متململ ما بين أن يقر أو عدم الإقرار، ولكن بالمحصلة النهائية نحن ننفذ قرارات وأنظمة. طلبنا من المعلمين مطالبهم مكتوبة حتى نرفعها لمعالي وزيرة التربية والتعليم، ووعدوا بالغد القريب إن شاء الله ستكون إن شاء الله على موجودة لدى مديرية التربية والتعليم من أجل دراستها وبحثها مع وزارة التربية والتعليم.